أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وبنرجع نقرأ قصيدة حلوة كتير. شو اسمه؟ أحمد فؤاد نجم. بلشنا فيها ولازم نرجع نحكيها. وحقيقة في ناس بس يحكوا الحقيقة كلنا منطلع ضده. هلأ يقعدوا ناس يشكروا بمريم، شو هي مش عادل اللي هيك بتلبسوا، يسبوا فيها، الكل بيسبوا. ليش منحب المسبة؟ حتى المسبة محبة بلوة، عم يفكروا فيك، عم يفكروا فيي. بس ما تلتهوا شو بيقولوا الناس، ما تلتهوا أبدا. ألهان التكاثر، لأن كل واحد منا له دور، وكل أدوارنا جينا على هالدنيا معنا أمانة. تعرف على إيدك اليمين فيها أمانة. نعم، إذا كنت أمين عليها بيعطيك كتير، وإذا منك أمينة بياخدها لو كانت قليل. نعم، إلى الأم العربية. لم يليق بك التحية إلى الأم العربية. خلاص سيبنا نحيي، منا مجبور، ما بقى في حدا بأمة العرب، كلنا ميتين. شو أخبار فلسطين؟ شعب بلا وطن، وطن بلا هوية. أخبار لبنان؟ ملها الليالي كلها، كراسي كلها خشبية وطاولته طائفية. منيح الحمد لله اللي اجت الطوافين طائفة وحدة بلبنان، صرنا طائفة. سوريا تكالبت عليها سكاكين والهمجية. والعراق بلد الموت اللذيذ والرحلة فيها مجانية. أخبار الأردن؟ لا صوت ولا صورة، والإشارة ما بقى فيها شيء وطنية. ما أخبار مصر؟ عروس بعد الثورة ضاجعها الإخوانجية. وما أخبار ليبيا؟ بلد تحولت إلى معسكرات أسلحة وأفكار قبلية. وتونس انتعل رئاستها مهرج بدعوى الديمقراطية. بيروح الشبعان بيجي الجوعان، بيروح بيجي. نعم، ما أخبار المغرب؟ انتسب إلى مجلس خليجي باسم الملكية. ما أخبار الصومال؟ طبعا علمها عند الله الذي لا تخفي عنه خفية. ما أخبار السودان؟ صارت بلدان، والخير خيران باسم الحرية. شو أخبار اليمن؟ صالحها مسافر وطالحها كافر، وشعب قضية من سية. شو أخبار عمان؟ بلد بكل صدق لا تسمع عنه إلا في النشرات الجوية، أو عمان أو سلطنة عمان، ما بعرف كله مثل بعضه. ما أخبار السعودية؟ أرض تصدر التمر وزادت عليها الأفكار الوهابية. ما أخبار الإمارات؟ قبول سري جميل تحاك فيه كل المؤامرات السرية. ما أخبار الكويت؟ صارت ولاية عربية من الولايات المتحدة الأمريكية. ما أخبار البحرين؟ شعب يموت ولا أحد يذكره في خطاباته النارية. شو أخبار قطر؟ عرابة الثورات وخنجر الخيانات ومطبخ للإمبارية إلى الأمة العربية. كل المؤامرات العرب على العربي أخوتي، نحن السبب. نحن إلهنا هو الدولار والدرهم والدينار. البترول منعطيهم البترول، إلهنا البترول. ما صدقنا الرسول، قاعدين مع الأغبياء وتركنا الأنبياء بسببنا. نعم، وهيدا السبب. بركي إذا شفنا السبب زال العجب، بركي بيصير رجع عنا هيك توبة نصوحة، بركي منتعلم من هالألم. بعد هالكلمة في جريدة بأمريكا اسمها تي أوزي، بيقولوا مرة مرتين ثلاثة، نا نا نا، مرة مرة مرتين ثلاثة. بالعربي هي واحد لبناني عملها مهضومة كثير. لم يعد يليق بك أيتها الأمة العربية، حتى هالكلمة، لم يعد يليق بك سوى النعيق والنهيق على أحلامك الوردية. لم يعد يليق بك سوى أن تكوني سجادة تدوس عليها الأقدام الغربية. لم يعد يليق بك شعارات الثورة حين صار ربيعك العربي مسرحية. لم يعد يليق بك الحرية حين صارت صرخاتك كلها في الساحة دموية. لم يعد يليق بك أن تصرخي بالإسلام وتهتمك كلها
بالأصل أنك إرهابية، هيك قالوا لنا، لم يعد يليق بك يا أمة مؤتمراتها مؤامرات وكلامها تفاهات وقراراتها وهمية، لم يعد يليق بك التحية يا أمة دفنت كرامتها وعروبتها تحت التراب وهي حية. مين بيسمع لهم للعرب هلا؟ هو إرهابيين ناتشرال سيلكشن، شيلوهم كتار بيعتين وراي ارجع عيش معهم. بس مريم نو عربس، ليش هالشرط؟ بس الدليل ما أهلا وسهلا فيكم، لأنه بده مريم. كل كتاب من مريم بيجيب مليارات ومليارات الدولارات وملايين من الناس، لأنه قلت له الكتب أنا اللي بقراهم أوشو واللي بكتبهم من أوشو كله، سو ما في زوم أكتب ولا عربي ولا إنجليزي، بقى كتاب واحد بيقدر بلغ إيه يقل. بس أنا بكتب لإلي وبقرأ لمريم أبداً، كأنه في طفل فيي عم بعلمه، يرجع هالطفل يصير كهل بس مش نزل. هيهات من الزلة كلنا مزلولين لهيدي، ويلات متحدة وأمريكا شفتوا، يعني كولومبوس أخذ المجرمين على الملكة وروح على الهند، روح وين ما بدك، بد ما يروح هيك أخذت الموجة والسفينة هيك وصل على أمريكا جرينلاند، قالوا له اسمه جرينلاند. اشترى نيويورك ب$30، هي من 500 سنة ليكو لليوم، كم حرب ما عملنا شيء من أمريكا في خير أبدا، كلنا محكومين من الدرهم والدولار والدينار وإسرائيل. أقليات بدهم يحكموا من الفرات للنيل، لا كل واحد يكون هو سيد على نفسه. إذا أنا ضويت شمعتي وإن ضويت شمعتها وإن ضويت شمعتها، هالعدو بينحني. تكون مثل القمر الناس عم تتطلع عليك، ما تكون مثل قاعد كل الوقت ندق علي على الكمبيوتر كيبورد. ما بدي كل هالاختراعات اللي عملها العلم، بدنا نعيش بمدينة العلم، ما في كهرباء ما في مي، بتشتي الدنيا. كلنا عيال الله مثل ما عشنا من 200-300 سنة، هونيك الحضارة راحت بمؤامرة شيلوها. العرب شو عملوا بإسبانيا، شو عملوا تاج محل بالهند، وين ما راحوا فاتوا بالأخلاق وبالعلم. ولكن اللي عم بتشوفوه ما قالوا علاقة بالأخلاق، خلقه القرآن نور يمشي بين الناس. كل المستنيرين هيك. وقت اللي رجع بودا لعند بيو قال له كنت ملك صرت شحات، قال له كنت شحات صرت ملك، طلع بعيوني في شيء ما بيموت يا بي، هيدا الملك كله بيموت. وبودا ما قدر حكي إلا مع الأمراء والملوك والأغنياء. المسيح حكي مع النجار ومع الفلاح ومع، لأنه مش ابن النجار دخلكم، مش قاعد يحكي أنا قبل إبراهيم وبعده، وكل عمرك 30 سنة شو يعني قبل إبراهيم؟ سلمني يا يوداس، أعطاهم جسده ما انصلب شبه له. ولكن لما إجا الحبيب حكي للأسود وللأبيض وللصغير وللكبير وللمرأة وللظالم وللمظلوم، حكي عن نفسه. نعم عبس وتولى، يعني أنا مثلي مثلكم، يعني جل من لا يخطئ وأنا ما عدلت. عشان هيك خاتم الأنبياء والبشر وهيك حتى يحطك علاقتك مع الحي القيوم، خلص حي مع حي. وحكي كل الكلام لا حياء في الحق قال. بس حدا يسأله الجواب بيجي للسائل، أنت المسؤول والجواب فيك. ما تقروا الفاتحة إذا كنت صادق، وإذا كنت صادق ناصيتي بيديك. بدك وجه الله قال لعائشة بخمس دنانير، اللي طعميك اليوم أعطاك النفس وبيعطيك الفلس. طلعي قبل صلاة الفجر وطلعت لبرا وسمعت واحد عم بيقول أنا ضايع وجوعان، تفضل وسامحني. وجا حد الرسول هو عم بيروح، وودعوا استودعكم الله وكان معكم.
وعطى البردة لأويس القرني وعطاها. بتعرفوا القصة ليش؟ كيف هيك في محمد واحد هو بعده الحي؟ هال 72 ملي بالنار. هالكلام اللي بتشوفوه بين الحبيب وبين المسيح بتشوفوه بهالكتاب حلو كتير يلي عم بيقراه في كتار خافوا مريم. ما عرفنا إذا إنجيل أو قرآن، ما عرفنا، مع أنه كلهم أخذتهم من الأربع أناجيل يلي سمح فيهم الفاتيكان، ولكن هيك القلب حكيهم للعرب. بتشوف حالك عم تقرأ الإمام علي، عم تقرأ الحبيب محمد، عم تقرأ رابعة الحلاج. ما فيني قلكم الكتاب مهم كتير، بيحكي كتير عن أخيلكم، حلو كتير. من هو هذا الآب؟ ما معنى هذه الكلمة الآب والابن والروح القدس؟ ما هي هذه الثلاثية ومن أين أتت السماوات؟ معا سنقرأ هذه الفاتحة ولنفتح قلوبنا ولب القلب يا أولي الألباب لندخل من الباب إلى رحاب المحراب حيث لا مذهب ولا شريعة ولا دين ولا فريضة بل المسحة الإلهية إلى كل من يرغب بالعودة إلى الآية المقدسة لا إلى الآلة المنجسة. لقد دنسنا الأرض والبحر والفضاء بضلالة أفكارنا ونوايانا وابتعدنا عن البيت العتيق الذي بني بالحق لجميع الخلق. معا سنعود إلى الجذور وسنلتقي بالعطور وبرائحة البخور التي هي من حق الجميع أهل النور. كثير حلوة، ما بقدر إلكم. من أنا لأتكلم عنك؟ من أنا لأعرف عنك؟ إن التي لا تعرف نفسها تتجرأ وتتحدث عنك. حبة الرمل تكتب عن الصحراء، قطرة الماء تتحاور مع المحيط، عود الثقاب يتحدث الشمس. سامحني يا الله وامسحني برحمتك قبل أن يرجوني الجهل. ادخلني ملكوتك قبل أن يتملكني الخوف من أهل السلطة والملك. يا أخوتي في الله، المسيح ليس شخصاً، كلمة المسيح ليست اسماً لإنسان، إنها اسم لأعلى منزلة من الوعي الكوني من الإدراك والمعرفة. حلو كتير تقروا وتشوفوا للمسيح مسيحي ولا محمد مسلم. شو دينك؟ أنا مؤمن. شو الفرق؟ ما بيكذب. فإذا نحن عم نمرق هلأ بامتحان صعب كتير، بالأول الامتحان وبعدين الدرس بالمدارس المدرسة وبعدين الامتحان. هالامتحان يلي كرة الأرضية كلها رايحة، لوين رايحين نحن؟ Where are we going؟ بسأل حالي لوين رايحة يا مريم؟ هلأ يجي الموت ياخذنا نحن ثلاثة بالاستوديو، في غيرنا منا شايفينهم، يمكن هني بيشوفونا، بس نقول لهم السلام عليكم. بس لوين رايحين؟ كل واحد يسأل حاله. ما في جواب إلا بلب القلب. ولمين؟ انت لا تتعجب وقت اللي طلع الأمريكاني على القمر لقى في واحد هندوسي قاعد، قال له معك دخان؟ للأمريكاني، كيف طلعت انت؟ نحن الأمريكان صرفنا المليارات والزليارات. قال له يا خيي في واحد مسلم هو شق القمر عمل هيك. قال له ايه شفناها هي؟ قال له بعدين انا هندوسه بس نحن الهنود، صار كل واحد يطلع على الثاني، يلا يلا ما ملايين من الهنود، مشان هيك عطيهم استقلالهم الانجليز، شو فينا نلحق لهم؟ عم بيخلفوا كثير. وصلت لها بس انا عارفك بدك تجي، طالع بالي سيجاره. غاندي ضحيه الجهل يا اخوتي. كيف قال بدي اعمل توحيد وشعب واحد وكلنا هيك وكلنا هيك؟ بيرك اول ثلاث طيارات قتلوا المسلمين، فرعوا الباكستان عن الهند. وتيقسموا لها في كان مثل العصفوريه عندنا. قالوا له مع مين بتحبوا تكونوا؟ مع الباكستان او مع الهند؟ رح تضلوا مطرحكم يعني؟ قالوا يا خي مين المجانين، نحن او هن؟ المجانين صارت تحكي مع بعضها، ما زال بدنا نضل مطرحنا، لا بدي الباكستان ولا بدي الهند، بدي تضل مطرحي بلا هي. لا نحن بدنا نبني سور. بنحبهم من هون من اسكو. صار يطلعوا من الحات يحكوا مع بعضهم، يا خي نحن المجانين او هول الحكام. فاذا كل واحد منا يعرف انه في مجانين. انتوا انا ما مره واحد ماشي على الموتوسيكل هي الدراجه، دراجه
بس قد ما شاف في برد وهوا قام شلح جاكيته كبوته ولبسه بالقلب، لأنه هون زرار بفوت هوا فيه، لبسه بالقلب. قام مرق واحد لقى الزرار هون ووجهه هون. يا عمي مش معقول هيدا الرجال، كيف يعني مقلوب؟ ووجهه هون والزرار هون. وقفها لهي الموتو وقام ضل يشد وبرم له راسه هيك. ولا انت قتلته؟ كيف قتلته؟ قال له لا انا ما قتلته بس جلسته، كان وجهه داير هيك وهو هون يعني لقيته مقلوب. وهيك عم بيعملوا فينا كل الحكام العرب، يعني بيقلبونا كلنا تنكون معه ليستخدمونا. مين بيجيب اكثر دولارات؟ لقيني شريعة على باريس، لقيني شريعة على هونيك، لقيني مين بيحطوا قلب الجاتو هالحكام عندنا؟ هيد بياخذ هالقد، الكل عم يفكر حاله انا اخذت الشقفه الكبيره، ما عليك انصهري بده يطلع لك اكثر، وانت شريعة كلهم هيك. نعم لازم تنقدر نعمل فكره انه يكون عندنا سلام، بنحكي النكته وبنشوفها بس بنتعلم منها. بتعرفوا وقت اللي بتاخذوا السيف وبتقصوا فيه شجره الصندل بتطلع بتلاقي السيف معطر، وهيك سيف الإمام علي سحب السيف قال له ليه؟ بخاف اقتلك لغضبي. قال له هيدا هو الإسلام، أنا على يمينك وأنا ديته. كونوا هيك مثل شجرة الصندل، شو ما عملوا فيك انت عطرهم، انت قلهم. أنا بشوف مثلا أم حتى ولدها وماشي على الطريق او بالمول او شيء، بصير هالولد هيك جرته او مثل الكلب حطت له هيك الا مدام. بس بدي اقول لك انه هالولد بحب بيحكي، ما عم بيقدر يحكي، عم بيسعود. بتنقز بتشوف مريم نور، مش انت المسلمه؟ انت ارمنيه لا صرتي مسلمه؟ لا ما صرت مسلمه ولا انا ارمنيه، بس انه هلا هيدا هو فكري هالولد هالبلغم. كل الاولاد هيك بالمدرسه، امبارح طعمناهم. ما فيك تحكي، بتلاقيها عمرها 9 سنين، ما فيني لكم ما رح تشوفوا اجمل. صاروا 2 شايفتهم هيك بالاشرفيه، منخار، الشفايف، الشعر المجعود، كبرت لياهم نفختها. بطلب من كل اطباء التجميل دخيلكم تحت ال 18 وال 20 يعني، ولو 19 انتوا اسمكم وور دكتورز. وقت اللي بلش في حروب وتشوه بالحروب عملوا اطباء تجميل بجنب يلي نقطش منخاره، يلي نقطش دينتها، يلي نقطش، يلي هيك يلي هيك. ما شفتوا هاي بامريكا؟ ما ضل حدا بالعالم كله ما حكي فيها. اجت شافت جوزها مع وحده صاحبتها، من راحت على المطبخ جابت السكين تشطوه وكبته من الشباك، راحوا لموه ركبوا له اياه رجعوا هيك. بس ما ضل حدا بالعالم يعني، بامريكا كلنا عرفنا وزقفنا له يعني، عصبت معه انه هذا هو كل حياتك هون، تك تك خلصنا. هوت دوغ، راحوا يتغدوا 2 نسوان اسمه هوت دوغ. قالت له من كل هالكلب الكبير ما طلع لنا غير قليله. ليش سموها هوت دوغ؟ شو هالبؤامره؟ كل احترامنا لك اذا بعد عنا ذره من الاحترام. مصطفى محمود، بس اعرف عنك شيء بخاف، انت قدرت كان في حدك حدا. بس أنا وحدي وبلا جماعة، بقول أنا نايمة لحالي بهالبيت يعني، منو بيت يعني، بس الحمد لله اللي بيت صغير بيضل أكبر مني. بس تعوا تنفتش كلنا مين في ناس وحده بأمريكا، إذا في جيران دايما أسأل عنهم مين لحاله ومين هيك، مين قنية الحليب الصبح ما حدا أخذها بعد، كل ماتت المرأة أو مات الرجال. رجعت عشت بجماعة، كنا حوالي 200 بيت. اتصلت بالأبونا دغري قلت له نحن بننظف المقابر ونحن بنهتم. وصار يجي لعندي قال لي شو ديني؟ بتعجب ما عندك دين وبتعملي الدين معامله، قلت له. وصارت الناس تعرف وتجي لعندي،
حدي في محطة بنزين قدم لي الأرض والمحطة وصار بيت وهوني كوني كلهم أميت وبيت بالسبعين بالثمانين كلهم كلنا منهتم ببعضنا كلنا منعرف أسيمينا ومنعرف بعضنا ومنهتم. إذا رأيت الناس تخشى العيب أكثر من الحرام وتحترم الأصول قبل العقول وتقدس رجل الدين أكثر من الدين نفسه فأهلا بك في الدول العربية. حقيقة طبية، ما اجتمع طالب وكتاب إلا وكان النوم ثالثهما. مين بعد بده يروح على المدرسة ياخذ ويقرا؟ ما أمه بتعطيه من هيدي اللي فيها مقوي تيكون تيسهر كل الليل. شوف شو عم بيعملوا بالأشرفية، إدمان وهي عم بيقتلوا بعضهم الأولاد. أولاد حاملين سكينة، ما فيني أخبركم. قلت له يا تيتا أمك عارفة؟ قال لي أمي عطيتني إياها. حطتها هون بكلسيته ولابس بوتين. قلت له طيب من هيك تحط إيدك وتشيلها؟ قال لي بيكون هو بس يرفع إيده ولا هيك بشيلها أنا وبشكة فيه. وبهرب. هاي بالأشرفية هون ببيروت العاصمة حكمة محشش كن مثل الشاشة الكل ينظر لك ولا تكن مثل الكيبورد الكل يدوس عليك. أناقة لسانك هي ترجمة لأناقة فكرك. ما ترفعي صوتك، ارفعي مستوى كلماتك، هاي إلك وإلك. سئل أحد الصالحين من تعز من الناس؟ قال من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة وزينته ونيته سليمة ومفارقته أليمة كالمسك كلما مر عليه الزمان زاد قيمة. وين إني؟ أنا شفتهم بالجماعة بالأفراد بالأمة العربية بس برا شرق وغرب بالجماعة، مشان هيك ما عم بقدر أعيش هون لأنه بدي حدا بس صديق يكون بالبنايه فوق هون حدي هيك معه مفتاح البيت يفوت. العاقل اذا اخطا يتاسف والاحمق اذا اخطا يتفلسف. هل الفلاسفه فلسفه اليوناني فيلسوف. حكمه اليوم لا تكن كالناموسه تقرص وتمص دم الناس من وراء ظهورهم وهم لا يشعرون، بل كن كالذبابة جنن أم اللي بيكرهك وجها لوجه. دبانة بتجي بتعصك، ها هديك بتعصك من ورا. خبرتكم مرة بدي يجي لعنا رئيس جمهورية أمريكا يتعشى هو مرته وبنته وأخته وأنا اللي بدي أطبخ، وعطاني شو معه يا سرطان هدايك. تعجبت لأني صرصور، تعست صرصور، صاروا كلهم يقعدوا يصلوا، طبخت وحدة. وقت اللي إجا وأكل قال هو ايفر كوك تونايت إز أ ماستر كوك. فإذا ننتبه يا أخوتي وقت اللي بيكون في حدا بحضرة قاعد، الحضرة القوية ننتبه، مش نحن نقعد نحكي ونجلق وطلاق. مش المهم تقعدوا تصلوا وتقدسوا، تكونوا بهالحضرة. ما حدا بيكون حاضر بالحضرة معي ابدا الا مريم. بس انا ما عم بحكي لمكانات، وكتار منهم بيبقوا ورا المكنة كمان مكنة ما بحسوا. حكمة اليوم اذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب الباطن. انتبهوا، أكثر الناس بتطلع بالمظاهر اللي فيك، العقد والأسوارة والتياب الصرمية والتتتي والشرمان، المرة اللي حدك ياخذ مرته بيلبسها مجوهرات وكل شيء بعدين بخبيهم بالجارول الخزينة مدري عنده ولهم هيدي. ليش؟ طب بدنا نعمل ضرب هلأ مع فلان، عدي حد ومدي إجريكي هيك عليه وغنجي وعملي هيك، المهم يمضي على الورقة. شو ما بدك اعملي بس بدنا ناخد منه هلأ تجارة مليون دولار. يعني عم
عم بيسألها هون حلوة هالصورة إذا فيك تصورها، عم بيسألها أي متى منكون مثلكم ليكون نمل كيف بيمشوا ورا بعضهم. ما فينا للإنسان ولا حدا بيقدر يكون مثلهم. النمل والطيور والحيوانات كلها بتساند بعضها إلا الإنسان. لا تحزن على شخص تغيرت تصرفاته اتجاهك فجأة، فقد يكون اعتزل التمثيل. الحمد لله اللي كبيتها بقوام. هلا في ناس بتكبهم قوام، بالاول كنت ضاين كثير معهم، هلا دغري انتبه، صرت انتبه 2 3 4 خليك برا. المتزوج: ليتني اعزب، الاعزب متى اتزوج وارتاح. الغني: ليتني احس براحه البال. الفقير: ليتني غني واعيش حياتي. العجوز: ليت الشباب يعود يوما الشاب. ليتني طفل بلا مسؤوليات، كل همي لعبتي. الطفل ما بد انت بكبار متى اكبر. الحي: ليتني اموت كي ارتاح من هذه الدنيا. الميت يتمنى ان يعود كي يعوض ما فاته. عذرا ايها البشر، متى ستشعرون بالقناعه؟ ناو اور نيفر، هاللحظه اللي انا فيها، هاللحظه. اذا دق التليفون بالبيت بنقاس، لانه نادرا ما يدق وما بكون موجود بقى. مشان هيك ما فيني يكون بأي مجتمع، ما فيني يكون مع أهل السرسرة، مع أهل اللي قاعدين وما شايفين حدا. إلا أنت تطلع. حكمة اليوم: تبيض الدجاجة بيضة واحدة رخيصة الثمن فتملأ الدنيا صراخا، وتضع السمكة آلاف من بيض الكافيار غالي الثمن وهي صامتة. ضع مال إنجازاتك تتحدث عنك، أو بيض وأنت ساكت، أعمالك بتحكي عنك. صدقة الجاري اللي تركتها، ولد صالح مش ابن. وإذا ما حكيوا عنك أنت ما عم تعملهم تيحكوا عنك، لا بدي شكرك ولا بدي مالك، ما بدي شيء، عم بعملهم لنفسي. مشان هيك قد ما فيك كون أنت التغيير اللي بتحب تشوفه بهالبشر وبهالأمة يلي ما فيها ضمير. Thank you.